هل لبنان عم بيعيش الاستقلال بشكل فعلي؟ بلشنا نعيش استقلال فعلي، لأنه أنا حسيت أنه أكترية الأفرقاء في لبنان عم بيحسوا أنه لبنان بالفعل هو أول شيء بحياتهم لازم تكون. ومع التدخلات الخارجية رح تضل في تدخلات، رح يضل في تدخلات، علينا نحن يكون عندنا مناعة. بكل بلد بالعالم في بحاول بلد تاني يتعدى على بلد تاني. الشعب هو اللي بيقرر أنه أنا حر، أنا مستقل، أنا سيد، ما فيك تتعاطى معي من مصلحة وطني قبل كل شيء، أمني القومي ومصلحتي الوطنية هي بتقرر تحالفاتي، بتقرر كيف اشتغل، قراراتي اللي بخدها، المصلحة مصلحة بلدي فوق كل اعتبار. هيدا يلي بلشنا نشوفه كل يوم أكثر من يوم، من هيك أنا عم شوف حالنا عم نتوجه نحو الاستقلال من هالناحية. في ناحية تانية بالعكس عم نبعد كتير، وهي الناحية الاقتصادية. أنا بعتبر بلد كل ما زيد ديننا، كل ما منصير مستقلين أقل، كل ما منصير نحن بحاجة لمساعدات خارجية، كل ما منصير مستقلين أقل. يعني نحن اليوم بس نفكر أنه ما فينا نشتري خراطيش وأنابل لندافع عن حدودنا، مجبورين حدا يعطينا إياهم هبة، بعرف أنه نحن مش مستقلين. بس يكون عندنا 6 مليار دولار فوائد ندفعها كل سنة قد ما عندنا دين، بعرف أنه نحن مش مستقلين، لأنه مش عم نقدر حتى نطلع الفايدة، عم نتدين تندفع الفايدة. كلهم هو بيشغلوا لي بالي من هالناحية، بس أنا بدي أكون متفائل اليوم في هالعيد، عيد استقلالنا يلي عندنا رئيس جمهورية، عندنا رئيس وزارة لحديت هاللحظة، عندنا مجلس وزراء، عندنا مجلس نواب، عملنا موازنة، شغلة جديدة بلشنا نرجع نقلعها. للأسف كان في شلل كبير بالبلد. أنا كتير متكل على الحكمة يلي كبرت بعقل وبقلب اللبنانية. هالوجع كله بالسنين كبرنا بالقامة والحكمة مثل ما بيقولوا. اللبناني اليوم صار يوعى أنه طب أنا شو بدي يطلع لي بالآخر، نحن اللبنانية شو بده يطلع لنا. من هيك عم حس حالنا عم نتقرب أكثر نحو الاستقلال الحقيقي، بس بعد ما وصلنا له 100%. شو هي المخاطر يلي عم بيواجهها لبنان بهيدي الفترة؟ طالما سألتينا على المخاطر، أكيد نحن عندنا مخاطر كتير كبيرة اليوم. أول شيء بنميلي مصلحة لبنان أنه يكون بكل معنى الكلمة مساحة حوار. لبنان بتكوينه من وقت تأسس على نفس الحياد، لا للشرق ولا للغرب، هيك تأسس لبنان. اليوم بعد حوالي 100 سنة كمان لا للشرق ولا للغرب ولا لهذا الفريق ولا لهذا الفريق ولا لهذا المحور ولا لهذا المحور. هيدي مصلحة لبنان العليا، مصلحة لبنان لأنه مكون بطريقة مركبة من أفرقاء وطوائف ومناهج. بمجرد ما ياخد موقف بيعلق مع فريق تاني بقلب البلد. من هيك سويسرا حيادية، لأنه سويسرا مؤلفة من فرنسوية من ألمان من تليان. تصوري بس إذا سويسرا ما كانت حيادية بالحرب العالمية الأولى أو الثانية، تعرفوا شو كان صار؟ كان الكانتونات الألمان هجموا على الكانتونات الفرنسوية ودبحوا بعضهم بجنيف وبزوريخ وبكل هالمناطق. فإذا نحن ما فينا إلا ما نكون حياديين. على هالأساس اليوم في تحدي كبير، هل نحن رح نقدر نكون حياديين؟ هل رح يخلونا نكون حياديين؟ كل المحاور إن كان المحور الإيراني أو المحور السعودي، نحن بدنا لبنان حيادي بكل معنى الكلمة، تيكون مساحة حوار حقيقية. أنا بعتبر أنه في مصلحة لكل المحاور في المنطقة أنه لبنان يكون بلد مساحة للحوار. في كتير محللين سياسيين بيقولوا لا، المحاور بفضلوا أنه يكون لبنان مساحة حرب، لأنه بهالطريقة بيستغلوا هالمحل.
أنا جواتي وبعقلي بقول إذا نحن بنفكر مزبوط، إذا بيصير في حوار جدي بلا محللين سياسيين اقتصاديين وجيوبوليتيكيين، لبنان فيه يتحيد لمصلحة كل أفريقيا، لبنان أولا بس كمان لمصلحة المحاور كلها اللي عم تتصارع في المنطقة. هل في خوف على اللبنانية بالخليج؟ ليك الحكمة يلي عم ترجع تطغي في المنطقة ما بتخلي الوضع يوصل لهون. بتصور الأحد الماضي كان واضح أنه كان في حكمة كبيرة بمجلس اللي صار في الأمة العربية، والموقف اللي اتخذ موقف في نوع من أقل تصلب وتشدد مما كان الناس متوقعة. إذا كفينا بهالمجال يلي عم نشوف فيه أكثر انفراجات بهالجمعتين، أكيد من بعد الأزمة اللي بلشت من جمعتين بعتبر في العملية تنتهي بلا أضرار كبيرة، وإلا أكيد في أضرار كتير كبيرة. إذا ما عرفنا أول شيء نعرف أهمية الوضع وخطورة الوضع، إيه إذا فينا ندمر بلدنا. اليوم إذا صار في أزمة ثقة وأزمة حقيقية بين لبنان والدول العربية، هذه مضرة للبنان كتير كتير كتير. لازم نعرف هالشي. نحن اللبنانية النتيجة عايشين من شغل وتعب ونجاحات وإبداعات اللبنانية في العالم كله بيناتهم الخليج. ما بنقبل وما بيسوى نخلي حالنا نعلق مع فريق هالقد مهم لمصلحة بلدنا اللي هو الخليج العربي، وحيوي مجال حيوي أساسي للبنان. شو هي رؤيتك المستقبلية للبنان يكون فعلا مستقل؟ الحجر الزاوية انحط، انجازات الجيش اللبناني بخلق المساحة الآمنة بنجاحاته العسكرية بعتبرها كانت أساس بتقدر نحكي بالمواضيع التانية. لو نحن ما عنا استقرار في لبنان أمني وعسكري، لو نحن ما نجحنا بالحرب ضد الإرهاب، هذا الحديث حتى ما بكون عم بحكي فيه، بكون عم بحكي كيف نحن بدنا ننتبه على أولادنا تيروح على المدرسة لأنه الطرقات مش آمنة. نحن اليوم بغير مكان، وهذا إنجاز كتير كبير. ما فينا بليلة الاستقلال ونهار الاستقلال ما نحيي جيشنا ونحيي أكتر شيء شهدائنا وأهل شهدائنا يلي شفنا بدمهم وتضحيتهم ووفائهم بكل معنى الكلمة. وشو عملوا فينا؟ خلصونا. نحن كنا اليوم فينا نكون بغير مكان، بالفعل بغير مكان. فأنا بدي بهالنهار هيك استحضر روحهم، روح شهدائنا، ونقول هذا الاستقلال انتو بعدكم عم تحافظوا عليه. بتأمل كل السياسيين، بتأمل كل فئات الشعب اللبناني يكفي يحافظ عليه مثلكم انتو. شو هي الرسالة يلي بتحب توجهها لكل لبناني ولبنانية بعيد الاستقلال؟ إذا خسرنا بلدنا وخسرنا استقلالنا منكون غربة مطرح ما منروح. لو صرنا ببلد تاني وعشنا ببلد تاني منضلنا غربة، وبس نجي على لبنان إذا بلدنا مش مستقل وما بنفتخر فيه وما بيشبه لنا منكون غربة. هيدا ما بدنا إياه. بدنا لبنان يكون يشبه اللبنانية، يكون صنع اللبنانية ويكون للبنانية. هذا هدفنا.